الكلام عن حق الله على العباد وحق الله على العباد حاجة واحدة بس يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بس إذا أديت الحق ده عليك ربنا وعدك إنه ما يعذبك أبدا لا في الدنيا ولا بتدخل النار في الآخرة، وإنما تدخل الجنة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا كلها ذنوب ومعاصي، حق الزور واحد بس قدر الواطة كلها ذنوب حق الزور واحد، لكن ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كل الذنوب دي ربنا يغفر لك ويبدل لك حسنات. ده كله يا جماعة فضل التوحيد، والإنسان يكون عقيدته في الله براو، ما يكون عقيدته في قبر، ولا يكون عقيدته في قبة، ولا يكون بيعتقد لي في شيخ إنه بينفع أو بضر أو بينزل المطر، ده كله باطل. إذا الإنسان بقد عقيدته سليمة بيدخل الجنة، بيدخل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة رجل يوم القيامة بينادوه رجل واحد، بينادوه قدام الخلائق كلهم، بيجي طالع. أول ما يجي طالع ربنا بينشر له 99 سجل من السجلات، يعني زي الليلة عندكم عشان نمثل بس للتقريب، يعني زي الكراس، لكن الكراس الواحد من هنا من قدامه قدام رجلينه لحد آخر حتة يشوفه، ده الكراس الواحد، وهي 99 واحد، كلها السجلات دي مكتوب فيها الذنوب والمعاصي والمخالفات حقت الرجل ده براو براو. بس شوف الذنوب دي كثيرة كيف، والزول ده عمل معاصي كثيرة كيف. ربنا يسأله ويقول له يا عبدي هل لك عندنا حسنة، انت عندك الليلة حسنة؟ يقول لا، ذاته ما مذكر له حاجة، حاجة خير سواها ذاته. فيقال له بلى إن لك عندنا حسنة، يطلع له بطاقة، بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. يعني الرجل ده كان شنو يا جماعة؟ مع الذنوب الكثيرة دي ما أشرك بالله، ما دعا له شيخ ولا توكل عليه غير الله، ولا لبس له حجاب، ولا علق له كمون، ولا حلف بالشيخ، ولا دعا الميتين، كان كده الرجل ده، صح عامل ذنوب لكن الشرك والكفر ده ما سواه. فيقول يا رب وما تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ بطاقة صغيرة قصاد السجلات دي كلها، بيسوي شنو؟ ما بيسوي حاجة. فيقول الله إنك لن تظلم اليوم عندنا أبدا، أنت لا ما حتظلم. فيجيب الميزان، الميزان عنده كفتين بجاي وبجاي، فيضع الذنوب والمعاصي الكثيرة في السجلات دي كلها في كفة واحدة من الميزان، ويخط البطاقة اللي فيها التوحيد لا إله إلا الله في الكفة الثانية من الميزان بجاي، فتسقل البطاقة تبقى أثقل من السجلات كلها وأعظم منها كلها، فيغفر للرجل ويدخل الجنة. ده نحن اللي بندعو له الناس يا جماعة، ده الشيء اللي بيصلحك في الآخرة وبنجيك من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وده الشيء اللي بيصلحك هنا في الدنيا هنا بس، الليلة السياسيين والأخبار واجتماعات والاقتصاد والسودان والبنزين غلى والدولار غلى وغيره وغيره وغيره، والجوطة اللي انتوا سامعينها دي، ومظاهرات وحرق لساتك، ده كله حل بسيط جدا، لكن الناس ما داروا يسووا الحل. شايفين العلاج هو ده؟
وشايفين الدواء ما داري يتناولوا ولا داري يشربوا، بيمشوا لغيره. عشان كده كل ما يعملوا لهم حاجة مشاكل وحريق وكسير بيغتسوا زيادة وأمورهم بتتسجم زيادة. ليه؟ لأنه ده الدواء بسيط، بس الناس توحد الله بس، ولا في موضوع تاني، ولا دار الاجتماع، ولا دار الأخبار تسعة، ولا دار الراديو، ولا دار لأي حاجة، لأنه ربنا وعدنا وعد وعد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، بس لو آمنوا وحدوا الله واتقوا وخلوا الشركيات وعبادة الشيوخ والقبب، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. خلاص انتهى الموضوع. بركات دي قروش وبترول وأكل وشراب ودنيا، وكمان ما من السماء بس، من السماء والأرض برضو، يطالع من الأرض ومن السماء فوق. ده الموضوع كله يا أخوانا. إذا الناس عملوا الموضوع ده والله ما يحتاجوا لأي حاجة تانية. لكن إذا ما وحدوا الله وصلحوا الأمر ده، مهما الناس عملوا مظاهرات وكسير وجوطة، ده بيفوت، ده بيجي واحد أكعب، بيفوت الأكعب بيجي واحد أكعب من الأكعب ذاته. وده حصل ولا ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ حاصل. إذا ده ما الحل؟ الحل الناس توحد الله بس.